أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن استمرار جرائم التحالف ضد المدنيين في اليمن. استشهد 16 مدنيا بينهم 7 أطفال و4 نساء في قصف جوي شنه التحالف شمال محافظة الضالع بعد يوم من قصف مماثل استهدف مدنيين في محافظة عمران. مصادر محلية قالت إن غارة جوية استهدفت منزل المواطن عباس الحالمي في منطقة الفاخر التابعة لمديرية قعطبة، ما أسفر عن استشهاد أفراد الأسرة بالكامل وجرح آخرين. وأضافت أن عددا من أهالي القرية هرعوا لنجدة الضحايا، غير أن طائرة التحالف عادت وقصفت بغارة مماثلة ما تسبب بسقوط عدد منهم بين شهيد وجريح. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب استمرار استهداف المدنيين من قبل غارات التحالف السعودي الإماراتي، ودور الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية في الحد من استهداف المدنيين. قبل أن نستقبل الضيوف نذهب لمتابعة التقرير الذي أعده الزميل عبد الرقيب الأبارة. مجزرة يرتكبهما التحالف بقيادة السعودية في اليمن خلال 24 ساعة، دماء وأشلاء جديدة أزهقت على مذبح اليمن الجريح والمثخن بسلاح الأخوة الأعداء وطعنات الحلفاء. تقول مصادر متطابقة إن غارة جوية خلفت أكثر من 8 مدنيين وعدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال من أسرة واحدة في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع. أعداد سجلت عقب الغارة مباشرة في وقت كان السكان يبحثون عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض، ما يعني أن العدد أكبر من ذلك. تأتي هذه المجزرة في وقت لم تجف فيه بعد دماء ضحايا آخرين أزهقت بغارة مماثلة في منطقة السواد بمحافظة عمران خلفت مقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة. شملت غارات التحالف خلال اليومين الماضيين أهدافاً متفرقة في مديرية حرف سفيان الواقعة على طريق محافظة صعدة، ما يبدو أن هذا التصعيد الخطير رد على مبادرة ميليشيا الحوثي بوقف الهجمات على السعودية. طالبت الميليشيا الرياض برد مماثل، لكن لطالما جاء الرد من قبل التحالف الذي تقوده السعودية على شكل مجازر ضد المدنيين. لهذه الحرب التي تدور رحاها في اليمن امتدادات إقليمية، فحتى الآن لا تزال الرياض تحمل طهران مسؤولية الهجمات على شركة أرامكو النفطية. مع ذلك تتجنب السعودية الرد على إيران مباشرة وتذهب مقاتلاتها لاستهداف المدنيين في اليمن. سلسلة غارات جوية على مدى سنوات الحرب خلفت خسائر بشرية مروعة توزعت على خارطة محافظات اليمن. لا عزاء للضحايا المدنيين في حرب تدور بالوكالة بين دول إقليمية نافذة. ليست جديدة مثل هذه المجازر في نظر المتابعين، إذ أن التصعيد بين هذه الدول والجماعات المسلحة له انعكاسات مباشرة وسريعة على المدنيين في اليمن. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي عبد العزيز الهداشي. مرحبا بك سيد عبد العزيز. أهداف أو أماكن تواجد الميليشيا وتمركزاتهم واضحة ومعروفة، وتحركات قادة الميليشيا على مرأى ومسمع من الجميع، وطائرات التحالف تذهب لاستهداف المدنيين. سيد عبد العزيز، كيف يمكن تفسير ذلك؟ كيف يمكن لنا فهم ذلك؟ للاسف الشديد المنطقه التي وصفت لا تشهد اي مواجهه عسكريه حتى نعطي مبرر يعني للقصف انه حصل خطا. المنطقه التي حصلت فيها القصف يعني منازل مدنيه لا تشهد اي مواجهات، كانوا اصحاب المنطقه هذا واقفين مع الشرعيه الى ان سقطت المنطقه بيد الحوثي. لا يوجد اي مبرر معقول او منطقي يمكن ان تبرير قصف المنزل الاهالي او المنزل المدني في الفاخر ومقتل الكثير من الرجال والنساء. لا يوجد اي مبرر عسكري. يعني انا اتفهم لو كانت هناك مواجهه قريبه نقول حصل خطا. نتفهم ايضا لو وجدت قيادة حوثية، رغم أن وجود قيادة حوثية لا يعني قصف المنازل، لكن قد نتفهم بعض الأشياء. لكن بالنسبة لقصف المنطقة الفاخرة اليوم قصف مدنيين في منطقة لا تشهد أي مواجهات ولا فيها أي اشتباكات،
هذا امر مؤسف جدا يعني. والذي اريد ان اقوله انه بعد 5 سنوات لا داعي لهذا القصر. هناك جبهات، هناك دبابات في على قمه جبل الفاخر تقصف حجم، تقصف مناطق كثير لم تتعرض لاي قصف من الطيران، حتى ان هذه الدبابات حق الحوثي في جبل ناصر في مريش او في جبل الفاخر اذا سمعت بالطيران تكون هذه الدبابات هامده راكده ساكنه، فاذا سمعت بوجود الطائرات خرجت في حاله استعراض وتقصف المواطنين في مريش وفي حجر الضالع. لا يوجد اي ما لا يمكن تبرير هذا الحادث وغيره من الحوادث. يعني بعد 5 سنوات لا يعني هناك جبهات مفتوحه، الحوثي يعلن يجيب عروض عسكريه ويعلن عنها مسبقا ولا تتعرض هذه العروض لاي قصف. امر مؤسف يعني ان هذه الاحداث امر مؤسف، لا يمكن تبريرها ولا يمكن القبول بها. نعم بالضبط. ولهذا ياتي السؤال السيد عبد العزيز، ما استفاد التحالف من توجيه طائراته للمدنيين؟ ما هي المكاسب العسكريه التي يمكن ان يحصدها من استهداف المدنيين؟ ام ان الموضوع اصبح انتقام، يتم الانتقام من اليمنيين بدلا عن الميليشيات؟ لا 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 يمكن وصفها بعمليه الانتقام، لكن هناك ربما اطراف التحالف نفسه تريد ان تخلط الاوراق يعني. فكلما فل الحوثي قبل يعني يوم امس هاجم قرى في العود وهي قرى آل فاضل وقتل منهم من قتل واعتقل من اعتقل، فبدات المنطقه تتذمر، وهذه المنطقه هي قاتلت الحوثي لفتره طويله من الزمن ولم تسقط الا قبل بضعه اشهر، وقدموا ويجدر بي هنا ان اتذكر الشهيده الاقليميه فصيله الدودحي رحمها الله التي قاتلت الحوثيين وقتلت منهم 3. المنطقه قاتلت الحوثي بشراسه لفتره طويله لمده 4 سنوات، فالانتقام من هذه المنطقه امر غير مبرر. لكن او هو اعتقد والله اعلم ان هناك طرف التحالف يريد خلط الاوراق. امس كما قلت لكم هاجم الحوثي مناطق آل فاضل في العود وقتل البعض واعتقل العشرات وربما فجر بيوت، ومرت القضيه اعلاميا بسكوت، فهذا سبب تذمر في المنطقه. فبدات المنطقه تتكون فيها نواه ثوره جديده ضد الحوثي، فهذا القصف في الفاخر اليوم ليخلط الاوراق ليقول لهم الحوثي افضل لكم. نعم نعم سيد عبد العزيز، وهذا ما يدفع البعض للتساؤل عن غرفه العمليات ومن يديرها، وان كان هنالك يمنيين داخل هذه الغرفه. سيد عبد العزيز تفضل بالبقاء معي واسمح لي لان اشرك معنا في الحديث الاستاذ توفيق الحميدي رئيس مؤسسه سام للحقوق والحريات الذي ينضم الينا من فيينا. مرحبا بك استاذ توفيق. ما التوصيف القانوني لهذا الاستهداف المتكرر والمتعمد ضد المدنيين في اليمن؟ مساء الخير لكل جميع مشاهدي قناتكم الكريمه. في حقيقه الامر بدايه نترحم على ارواح الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. اليوم منذ امس واليمنيون تتكرر ماساتهم بسبب هذا التحالف المتخبط. امس كانت غاره جويه في عمران راح ضحيتها 7 من المدنيين بحسب الشهادة الأولية التي لم نتحقق بعضها بأنهم حاولوا الفرار حتى إلى المسجد، لكن الغارة كانت تبعد جزء منهم وقتلت جزء منهم وهم فارين من الغارة. اليوم تأتي هذه الغارة الثانية، وبحسب الشهادة التي وصلت لنا كانت عملية غير مبررة. المنطقة التي قصفت تبعد عن مناطق المواجهات أكثر من 7 كيلومتر. الأشخاص الذين استهدفوا معروفين بولائهم للحكومة الشرعية، لكن يبدو أن التحالف العربي أو بمعنى أصح التحالف السعودي الإماراتي فقد بنك أهدافه ولم يعد لديه في اليمن سوى المدنيين والبنية التحتية يقصفها هنا وهناك. نحن في منظمة سام رصدنا ما يقارب من 800 غارة بين قوسين خاطئه، مع يقيننا المطلق بان هنالك عمليات قصديه وشبه قصديه ومخالفه لمبدا التمييز ومبدا الضروره ومبدا التناسب المنصوص عليه في اتفاقيه جنيف، وبالتالي جميع هذه الغارات ترقى الى مستوى جرائم حرب.
وبالتالي نعم. كان تقرير لجنة الخبراء واضح في هذا الأمر. اليوم التحالف العربي والحكومة الشرعية اسمح لي سيد توفيق بالحديث عن الرصد، رغم كل هذا الرصد لم نلقى أي تحرك دولي لإيقاف هذه الغارات ضد المدنيين، لم يستفد المدنيين شيء من هذا الرصد؟ أنا أعتقد تقرير لجنة الخبراء البارزين الأول والثاني وضع يعني تستطيع أن تقول الجميع في سكة المساءلة القضاء الجنائية. اليوم هنالك استنفار من قبل الحكومة الشرعية برئاسة أو بقيادة وزير وزارة حقوق الإنسان والتحالف العربي ضد هذا التقرير، هم لا يريدون الذهاب بعيدا نحو مساءلة جنائية لمنتهكي حقوق الإنسان في اليمن. هنالك اليوم قائمة سرية وضعت على طاولة أو على درج المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبالتالي الجميع يخشى هذا الأمر. اليوم الأطراف واضحة انتهكت حقوق الإنسان، التحالف العربي اللي هي السعودية والإمارات وجماعة الحوثي، وأيضا أطراف الحكومة الشرعية. نحن في المنظمات ليس لدينا مانع أن 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 تشكل حتى محكمة جنايات دولية أو تشكل محكمة جنايات أو يحال إلى مجلس الأمن من أجل المساءلة ولمنتهكي حقوق الإنسان. تقرير لجنة الخبراء أفرد وصولا أو عناوين بارزة للطيران التحالف، للقصف العشوائي للحوثيين، للألغام الخاصة بالحوثيين، لتجنيد الأطفال، للسجون السرية، للتعذيب أو الموت تحت التعذيب إلى غير ذلك. وبالتالي نحن اليوم كيمنيين أمام مفترق طرق، يجب أن نضغط جميعنا أن تذهب التقارير الأممية خطوة نحو المساءلة. اليوم الحكومة والتحالف العربي يريد من اللجان أن يذهب إلى الفصل العاشر المتعلق بالدعم اللوجستي، بمعنى هم الآن يسعون جاهدين للهروب من المساءلة، يريدون أن يخرجون من شباك المساءلة ويصبحوا أحرار، يدهم طليقة. اليوم هذه الضربة عندما تأتي في هذا التوقيت بالذات ومجلس حقوق الإنسان يناقش هذا التقرير وهناك وجهات نظر متباينة، الجانب السياسي يدخل فيها، المصالح الاقتصادية، صفقات الأسلحة إلى غير ذلك، أعتقد هذه الضربة ستشكل حرج بالغ على المستوى السياسي للتحالف العربي. ونتمنى أن تكون أن المجتمع الدولي ينتصر أخلاقيا للضحايا في اليمن على كافة المستويات نحو مساءلة جادة وحقيقية. سيد توفيق، إذا ما هي الآليات لترجمة هذه التقارير وكل هذا الرصد إلى تحركات فعلية على الأرض تتناسب مع تلك الجرائم ومع هذا الضرر، وما الذي بيد الحكومة أو كيف يمكن للحكومة لوقف هذا العبث؟ والأمر في اليمن فيه تعقيدات كثيرة. اليوم الحكومة الشرعية للأسف الشديد والتحالف هم الذين يقفون ضد التقارير الأممية التي تدعو إلى المساءلة. اليوم هنالك إشكالية. اليوم اليمن ربما كانت في الفترة الماضية تعيش حالة فراغ على المستوى الخارجي والمستوى الحقوقي. اليوم من الذي سيدفع بهذا التقرير نحو خطوة نحو المساءلة؟ اليوم الحكومة الشرعية المسؤولة عن دماء اليمنيين، المسؤولة عن استقرارهم، المسؤولة عن سلامتهم، هي بالدرجة الأولى ترفض هذا التقرير ولا تريد المجتمع الدولي والمجتمع الحقوقي أن يذهب خطوة أبعد من ذلك. تريد بهذا التقرير وتريد أن تشكل لليمن لجنة لوجستية لدعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. حتى لو نظرنا إلى لجنة حقوق الإنسان لديها يعني بالنهاية هي طرف مشكل من قبل الحكومة الشرعية، وهنالك ملفات بحسب تصريحات أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحيلت للرئيس هادي إلى اليوم لم تحال إلى النيابة العامة، بمعنى اليوم في حالة عجز على المستوى الداخلي وحالة عجز على المستوى الخارجي. اليوم يجب أن تشكل جبهة حقوقية واضحة وصريحة بدعم تقرير لجنة الخبراء، لأن هذا التقرير نراه أنه مهم نحو إلجام المنتهكين لحقوق الإنسان في اليمن، سواء كانت الإمارات أو السعودية أو الحوثيين أو حتى أطراف الحكومة اليمنية. بالنهاية يجب أن ننتصر للضحايا، يجب أن ننتصر للأطفال، يجب أن ننتصر للنساء. يكفي عبث بالملف الحقوقي، يكفي تسييس هذا الملف،
يجب أن ننتصر للدم اليمني ولو مرة في حياتنا بعد كل الدمار والهلاك والعبث الذي يحدث على الأرض اليمنية. نعم، إذن سيد توفيق تكرم بالبقاء معي. لأعود إلى السيد عبد العزيز الهداشي، مرحبا بك من جديد سيد عبد العزيز. لعلك استمعت لحديث الأستاذ توفيق، تحدث أن للأسف الحكومة دائما ما تقف ضد تشكيل أي لجان دولية للتحقيق بهذه الغارات التي تستهدف المدنيين، الجهة التي من المفترض أن تقف لتنصف هؤلاء الضحايا تعرقل أي جهود للوقوف على هذا الملف. كيف يمكن فهم ذلك؟ كيف يمكن تفسير هذا التحرك من قبل الحكومة الشرعية، حكومة اليمنية؟ الحكومة الشرعية هي فاقدة صلاحياتها. الحكومة الشرعية تجدين أغلب الوزراء في الشتات، يعني وزير في الأردن، وزير في القاهرة، وزير في الرياض، وزير في أبو ظبي، وزير في أغلب، وزير في مسقط. ما شاء الله علينا. الحكومة هي أشبه بالكومبارسة، يعني في طريقها إلى الزوال، ولا الشرعية في طريقها إلى الزوال. احنا نحن نناشد اخواننا في التحالف العربي ايقاف الغارة الطيران على المنازل والمناطق الاهله بالسكان، والجبهات امامهم مفتوحه فقط. اما بالنسبه للحكومه الشرعيه فوجودها كعدمها، لا تقدم ولا تؤخر، ولا تسمن ولا تغني من جوع. الحكومه الشرعيه يعني حكومه شتات وما اشبه بالكومبارس، ليس لهم اي دور، ولا نكذب على انفسنا ان لهم دور، وهم فاقدين لصلاحيتهم، فاقدين للقدره، فاقدين للفعل. الحكومة الشرعية سوف نحاسبها ونحاكمها إذا تواجدت في مارب، تواجدت في شبوة، تواجدت في على أرض الوطن. أما وهي أشباه حكومة الشتات فلا قيمة، فلا وجود لها أصلا، مجرد يعني كومبارس، يعني انتهى دورهم. الشرعية في طريقها إلى الزوال بهذه الطريقة. نحن فقط نناشد الأخوة في قيادة التحالف العربي إيقاف هذا النوع من الهجمات الذي يعني قلب المزاج الشعبي وصار الحوثي. أنا قلت لكم قبل قليل أن منطقة العود وهي قريبة من منطقة الفاخر أو ملاصقة لها أو مجاورة لها تعرضت أمس لهجوم من الحوثيين وقد قتلوا، وللأسف الشديد در هذا على الإعلام مرور الكرام، وقد قتلوا من قتلوا واعتقلوا من آل فاضل في العود. اليوم الطيران يقصف آل الحالمي وهم من الأسر المعروفة في المنطقة. كان هناك غضب شعبي امس، فاتى غضب ضد الحوثيين، فاتى الهجوم حق اليوم الغير مبرر، انا اقول غير مبرر، ليزيد الاحتجام ضد التحالف. لا ندري من المستفيد، يعني لا يوجد مستفيد من هذه الهجمات الحوثي. المنطقه قاتلت ودافعت، وهناك شهداء كثير من ال الحالمي في مواجهه الحوثي. للأسف الشديد هناك سبب الأخطاء، دعينا نكون سبب الأخطاء، ما الذي يرفع الإحداثيات من الأرض؟ وهذا ضروري أن يعلن اسمه ويقدم للمحاكمة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما هي الحيثيات التي أدت إلى غارة الطيران؟ ما هي الأسباب؟ لا توجد مواجهة في نطاق المنطقة نفسها، لا توجد مواقع عسكرية قريبة من المنازل المستهدفة، ما هي لا توجد قيادة حوثية، وأقول وحتى لو وجدت قيادة حوثية فإن قصف المنازل يعتبر غير مبرر. هناك جبهات مفتوحة على طول اليمن وأرضها، هناك مواقع عسكرية معروفة في قمة جبل الفاخر، في ناصر، في نفس المنطقة، يعني كان بالإمكان استهدافها وسوف تكون مبررة من الناحية العسكرية. هناك جبهات يعني على يعني في كتاب في جميع اليمن، هناك جبهات بالإمكان الطيران أن يستهدف فيها، لكن قصف الأهالي امر غير مقبول وغير منطقي اصلا. واظن ان هناك اما من التحالف او من بعض المندسين الشرعيه من يريد خلط الاوراق بحيث ان المناطق هذه تنضم الى الحوثي او تجبر على الانضمام الى الحوثي. نعم. نعم، اذا سيد عبد العزيز اسمح لي لان اعود للسيد توفيق. سيد توفيق، قلت يجب ان ننتصر للضحايا وللدم اليمني، ما هي الاليات القانونيه المتاحه لفعل ذلك؟ هنالك آليات كثيرة سواء على المستوى الوطني، وإن كنا اليوم نشكك في قدرة الآليات الوطنية على
القيام بدورها في المحاسبة لأسباب سواء المتعلقة بالجوانب السياسية أو المتعلقة بالجوانب الفردية. والأخ الكريم تحدث عن ضعف الحكومة الشرعية، ومؤسسة القضاء هي أيضا جزء من هذه الحكومة، وأي ضعف سينعكس بالدرجة الأساسية، خاصة وأن دول التحالف وهي المتورطة في كثير من انتهاكات حقوق الإنسان تمول المؤسسات القضائية أو لجان التحقيق المحلية، وبالتالي من الصعب أن نتحدث عن حيادية وإنصاف كامل على المستوى الداخلي. على المستوى الخارجي هنالك إشكالية ذكرتها سابقا في رؤية الحكومة للتعامل مع هذا الملف، لكن يبقى الجهد الشعبي، بمعنى أن يتم التنسيق بصورة أو بأخرى مع الضحايا وبعض المنظمات الدولية والمحامين المتطوعين لرفع دعاوى. هنالك كان تحريك لكثير من القضايا أو بعض القضايا في بريطانيا، في فرنسا، إلى غير ذلك. مثل هذه الأمور باعتقادي بأنها تشكل ضغط ورادع بدرجة أساسية لهذه الدول التي تظن بأنها بعيدة عن المساءلة، لأنها عندما ترفع مثل هذه القضايا وتبدأ اللجان الوطنية ذات الولاية الدولية الأوروبية أو غير الأوروبية التي يمنحها قانونها التأسيسي والداخلي مثل هذه الولاية تتشكل قلق حقيقي، ورأينا حالة القلق التي أنتابت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عندما أعلن تقرير لجنة الخبراء البارزين بأنه رفع قائمة سرية ببعض المنتهكي حقوق الإنسان سواء سياسيين أو مدنيين، بالإضافة إلى أنه يجب أن نخلق جبهة تشبيك واسعة بين المنظمات المحلية والنشطاء والمنظمات الخارجية من أجل الضغط على المؤسسات الأممية لتتحرك بالملفات التحقيقية سواء للخبراء أو للأمم المتحدة أو المجلس الأمن التي تحقق بشأن اليمن، وأن تتجه خطوة إلى الأمام من أجل مساءلة حقيقية وجادة للضحايا اليمنيين. الأمور أنا باعتقادي معقدة، لكن في النهاية نحن نؤمن أن الانتهاكات أو الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن المنتهكين مهما حصنوا في فترة من الزمن لكن سينالوا جزاءهم. لدينا أمثلة كثيرة في الرئيس التشيلي، في كثير من هؤلاء الدكتاتوريين ومنتهكي حقوق الإنسان، في النهاية وقفوا أمام ساحة القضاء ونالوا جزاءهم الشرع العادل الذي ارتضته الشرائع السماوية والأرضية على حد سواء. نعم، إذن رئيس مؤسسة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي كنت معني من فيينا، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد عبد العزيز الهداشي، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الغارات ضد المدنيين بالعلاقة بين الجيش والتحالف، وأيضا على مدى ثقة اليمنيين بأن هذا التحالف ما زال يصب في صالح معركة استعادة الدولة؟ للأسف الشديد تكرار هذه الحوادث أدى إلى فقدان من الوقت المبكر، أدى إلى خصوصاً أن المنطقة ليست عسكرية ولا تشهد أي مواجهة عسكرية، أدى إلى فقدان ثقة المواطن اليمني بالتحالف للأسف الشديد. للأسف الشديد أيضاً أن هذا يغير المزاج بصالح الحوثي، أدى إلى انقلاب المزاج الشعبي إلى صالح الحوثي. فلو كان المؤيدين للتحالف العربي بداية العاصفة الحجز حوالي 90% من السكان، الان تراكم هذا العدد اوقف يعني حتى حركه المقاومه الذاتيه الداخليه او الاستهداف الداخلي للحوثي في خلف الخطوط توقفت نهائيا، واصبح يعني في نهايه المطاف الذي استفاد من هذا القصف ومن هذه لا يمكن وصفها الا بالاعمال الخاطئه الذي استفاد هو الحوثي. الناس وجدوا فيها أكثر، خصوصا في المناطق التي كانت تداوم والتي قاتلت فقدت الثقه. للأسف الشديد نتمنى ونرجو أن تتوقف الغارات على المناطق الأهل بالسكان مهما كانت المضررات ومهما كانت الأسباب. لا يمكن أن يكون في هذا المنزل صواريخ أو طائرة مسيرة، هذه المنطقة قريبة يعني كانت محررة إلى فترة بسيطة وسقطت قد الحوثي قبل عدة أشهر، وبالتالي وآل الحالم هؤلاء قاوموا الحوثي وقاتلوا وقدموا عشرات الشهداء والجرحى وهناك منهم أسرى، فلا يمكن أن نجازيهم بقصرهم. نعم نعم، إذن سيد عبد العزيز بعد كل هذه السنوات والدلائل التي أثبتت أن استخدام
الطيران في هذه الحرب، أو أيضا تدخل التحالف في اليمن لم يعد يأتي ثماره أو له الجدوى في معركة استعادة الدولة، بل على العكس أصبح يخدم الميليشيا ويقف ضد تحركات الجيش الوطني كلما أراد الجيش الوطني التحرك نحو صنعاء يتم استهدافه من قبل الطيران. ألم يحن الوقت سيد عبد العزيز لإنهاء هذا التدخل؟ هل انهاء الحرب بشكل عام المشكله في الاساس يمنيه؟ هل نستطيع ان نجلس كيمنيين لحل مشاكلنا؟ هل نستطيع نحن كيمنيين ان نتحاور فيما بيننا؟ لا يوجد، لا يوجد للاسف الشديد الحرب سوف تستمر طالما لا يوجد افق سياسي للحل. الحروب الاهليه، الحروب الاهليه عاده تدعم فيها تدخلات اقليميه، وكل طرف وكل دوله اقليميه تدعم طرف، لكن في نهايه المطاف يجب ان تقدم مبادره للحل سواء دوليه او اقليميه، ويجلس اليمنيين على طاوله المفاوضات. ما لم فالحرب سوف تظل مفتوحه. نعم. إذن سيد عبد العزيز الهداشي المحلل السياسي كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من الرياض المحلل السياسي عبد العزيز الهداشي، وكان معي من فيينا توفيق الحميدي رئيس مؤسسة سام للحقوق والحريات، وأشكركم أنتم على حسن المتابعة، والشكر أيضا موصول لكم من زميلي معد الحلقة عبد الرقيب العبارة. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.